خلينا قبل ما نبدا بقى محاضراتكم ونبدا حلقتنا، خلينا بس ننوه ان النهارده، معرفش انت عندك معلومه بالموضوع ده ولا لا، بس النهارده مفروض 21 يعني سبتمبر بيوافق يوم الامتنان العالمي. سمعت عن الموضوع يوم ده؟ الامتنان العالمي. لا اول مره اسمع. ده العالم كله مفروض بيحتفل بهذا اليوم، مش بس دوله ما يعني. يوم الامتنان العالمي ده مفروض المغزى منه ان انت يعني بتمتن او بتكون شاكر لكل حاجه حلوه في حياتك، لكل شخص بيقدم لك عون بيفرحك، لاي نعمه ربنا مديها لك. النهارده مفروض ده اليوم اللي انت لازم تقف كده وتبتدي تحسب حساباتك وتشوف ربنا يعني نعمك بنعم عامله ازاي، تشوف الناس اللي بتسعدك في حياتك وتتكلمهم تتواصل معاهم. هو ده الغرض يعني، زي ما بيتقال لك اللي هو زي ثانك يو كده، فاهم؟ اللي هو يعني الجستشرز دي او الاحساس ده اللي هو انا عايز بقى اخد وقفه كده مع نفسي وعايز اعد البليسنجز بتاعتي واشوف الخير اللي ربنا مديهولي. بيقول لك كمان في ناس ممكن ان هي تشكر جسمها على ان هو مستحمل كم الحاجات والضغوطات وغيره. لا ده بجد، وانا كنت بقرا مقاله يعني كده متوجه بالشكر الحواجبي مثلا عشان كده قريت كده والله ضمن الموضوع ده، كان حد كاتب يقول احنا لازم يوم الامتنان العالمي. لا بيقول لك انا عايز اشكر جسمي علشان مستحمل كل اللي انا بعمله فيه، كل الضغوطات، وان احنا بصحتنا، يعني كل حاجه انت شايف ربنا نعم عليك فيها لازم ان انت تقف كده وناخد لحظه ونقول الحمد لله. فعلا دي حاجه مهمه جدا، علشان ده مش هقول لك بس فكره هنا ان انت تبقى شاكر، لا يبقى عندك رضا، والرضا بيجيب بعد كده خير. فكان لازم ننوه على الموضوع ده. عجبني الامتنان فكره اولا يعني بشريا وانسانيا مطلوبه في علاقتنا ببعضنا، عشان برضو لما حد يكون عمل حاجه كويسه مع شخص تاني والشخص التاني ده يظهر الامتنان، ده يشجع المعطي انجاز التعبير يعني ان هو يستمر في العطاء. انت يعني تطرقت النقطه في غايه الاهميه على فكره هنا، اصل الامتنان جاي من الدعم شويه النفسي او المعنوي، لما انا احس ان انا بادي اللي عليا وبعدين اللي قدامي مش مقدرني، دي حاجه تخليني طبعًا عندي احباط طبعًا، يعني حاجه بتحزن فعلا وبتخليك خلاص مش عايز تعمل اي حاجه تاني. صحيح. على العكس صحيح، لما انا يكون في حياتي ناس داعمه او اي حاجه حلوه في حياتي وانا بقف كده بقول الحمد لله انا عندي 1 و2 و3 و4، انا كده بجد بحس بقيمه الحاجه اللي معايا وبحب كمان ان انا اطورها وبتزيد. فنقطه حلوه قوي. من المهم جدا كمان ان احنا نظهر الامتنان للناس اللي تستحق مننا ده طبعًا. الناس اللي جت على نفسها عشاننا او عملت لينا حاجه مفيده بشكل او باخر، حاجه محترمه يعني. فنتمنى بقى ان احنا بما ان احنا نوهنا عن الموضوع ده يعني ناخد وقفه كده، اللي حابب طبعا من حضراتكم كده يقف ويشوف مين الناس اللي واقفه جنبه، مين الناس اللي بتدعمه، ايه الحاجات اللي في حياته ربنا نعم عليه بيها، ويبتدي كده يعني يقول الحمد لله، وزي ما بيقول كاونت يور بليسنجز، يعني عد كده الخير اللي عندك وابتدي بقى ابني عليه للي جاي ان شاء الله.